في بالي مع سفيان بن حميدة. اللي في بالي وإذا صح كلام الحكومة نقزناها سي فسناء وكما قالوا باش ننزلوا على الفلسة يجينا الضوء وباش نحلوا السبالة يجينا الماء. أو مش وزراء البارح اجتمع باش يخمم كيفاش يضمن أن الضوء ما يتقصش على توانسة في الصيف وكيفاش يعاون ستاك باش تحل مشاكلها المالية العاجلة. مجلس الوزراء اهتم زادة في الاجتماع متاعو بكوبانية الماء سونات اللي البي دي جي متاعها قال أنها باش تصرف سيف السنة 80 مليار كاملة باش تعمل المشاريع متاعها باش ما يتقصش الماء على التوانسة. وهذا الكل شيء باهي ويعمل الكيف، واللي خموا فينا باش نعديو السيف مرتاحين نقولوا لهم ما قصرتوش وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. ناقص حويجة بركة، ماذا بينا تخموا أكثر في مشكلة ستيغ والسوناد وتلقاو لهم حل جذري، مش حل نكزوا به الصيف على خاطرنا احنا ناويين نعيشوا وربي يحيينا بخير حتى بعد الصيف، وخاصة نحبوا نعيشوا في تونس مش البرة من البلاد. والحل حسب رأيي بسيط، ما ينجم يجي أكان من الدولة اللي يلزمها تخلص فاتوراتها مع السوناد والستيك. السوناد مثلا أكبر مشكلة عندها هو أنه المستهلكين الكبار متاع الماء اللي هما الوتلة والجمعيات المائية وبعض الصناعات ما تخلصش فاتوراتها متاع الماء. والمشكل زادة أنه الدولة هي اللي في كل مرة تتدخل فايدة المستهلكين الكبار هذم باش تلقى لهم حل على حساب السوناد اللي بدورها ما يبقى لها أكان باش تنزل على المواطن الزوالي وتزيد على مرمته بزيادات ما تصير أكان في تونس بالشكل ذاك. استيك زادة لو أنه الإدارات والمؤسسات العمومية والمستهلكين الكبار اللي على رأسهم ريشة يخلصوا فاتوراتهم راهي الكوبانية رابحة أمورها على العال. أما أحنا نتعاملوا مع ستيغ على أنها رزق البيليك بل أكثر منها كيكا، نجيو للأنشطة اللي فيها ربح كبير وما فيهاش استثمارات كبيرة برشا كما إنتاج الطاقات المتجددة ونحبوا نبيعوهم للخواص ونفرض على ستيغ باش توزع لهم الضوء متاعهم مقابل تفتوفة ما إلها معنى. الحاصيل ستيغ والسونات شركات ننقدوها ونتغشوا عليها كما غيرها من الشركات العمومية التونسية، لكن رانا نحبوها وشادين فيها ونعرفوا أن أمورها وأمورنا معاها تنجم تتحسن لو تصفى النية وتعلى الهمة في السيف وفي غير السيف. وعلى ذكر السيف نحب نذكركم أن النايب ورئيس حزب الفلاحين فيصل التبيني قرر الدخول في عطلة صيفية احتجاجية حتى نهار 25 جويلية، لأنه من بعدها البرلمان الكل باش يدخل في عطلة صيفية، وذلك احتجاجا على عدم تمرير لائحة طلب الاعتذار من فرنسا. وهوك حاجة وحويجة باش يلقى الوقت من غير تشفشيف متاع السياسة باش يتلهى يحصد النعمة متاعه. أما حكاية الغش على عدم تمرير اللائحة فالحكاية هذه مقدورة عليها تواسيل ياسر فخفاخ رئيس الحكومة، وإلا سيمونجي مرزوق وزير الطاقة يقدم واحد منهم اعتذار لسي فيصل تبيني، وإلا ما فما معاه في المجلس زميلته النايبة محرزية العبيدي اللي قالت كل عام أنها فرنسوية من أصول تونسية. اللي في بالي